كيفك سامر؟ شو كيف الأمور؟ منيحة يعني ماشي الحال. بس صاحبك هاد طلع طماعه بالهموطية. بس ما طلعنا لأخذنا حالنا بالكامل. لك عن مين أنت؟ واحد كان إلي معه شوية مصاري وحب يلهفهم، بس أخذناهم بالفرنك. إيه شباب؟ شو رأيكم نطلعنا أسبوعين زمان على القديه؟ أوف علات إيه؟ أخوك أبو سمرة طالع على القديه، نطلع مع بعض ونتسلى شوي. أدهم أنت عارف أنا عندي شغل بهاليومين، ما بقدر أطلع. وزيتي نفس الشيء. لكن بطلع لحالي. يعني لأنه عن جد ضايق خلي له. طالع لحالك سامر؟ طالع أنا وأختي لينا. طيب هو طالع مع أخته. أنت شو بيطالعك معهم؟ باخذ لحالي شاليه، وهو بياخذ شاليه. بنلتقى على الشط مو هيك؟ أبو كريم، ممكن دقيقة؟ شو قصدي يعني؟ ضايق خلقي وجعبالي شم شوية هوا. والبيت اللي بدنا نضربه بعد بكرة بتأجلوا؟ شو كيمياء؟ انت عم تحكي عن جد؟ طبعا. يعني كل حصتك بدك تاخدها، بدك تروح تصرفها هنيك. شلون يعني كل حصتي؟ فكرك قد ايه أخذنا حق الأغراض؟ قد ايه؟ 26,000. بس؟ ضاعة مسروقة، قد ايه بدك يدفع حقها؟ يعني هي بضاعة حقها أكثر من 100,000؟ معناتها مرة تاني روح انت بيعها. على هيك الواحد بيطلع له تقريبا بحدود ال 9,000 9,500، 8,750 ليرة بس. وأنا إلي عليك 3,000. سيدي إلو 1,000. شو ببالك؟ 4,750 ليرة. شرف طلع صيف فيهم. هلا معقولة تاخذوا ديناتكم دغري من أول عملية؟ لكان معقولة أنت تتركنا تطلع تشم هوا؟ ولا 4,750 ما بيكفوا شيء. بلاها طلعت اللادية. أدهم على علمي ما بتحب اللادية ورطوبة البحر بالداية. شو صار؟ إنك تاخذ 3,000 ليرة هيك دغري كتير. هات لشو هات 1,500.